المزيد من المهارات انها تقدر تاخد افكارها الى مرحله انها تتحقق في صوره مشروعات. احنا النهارده في حوالي 12 جمعيه اخذوا تمويل، هذا التمويل موجه كله لمشروعات تشغيل الشباب، ومش تشغيل اي شباب، الشباب القاطنين في العشوائيات. الشباب دول محتاجين ان احنا نساعدهم باننا نديهم مهارات، ندربهم، نحاورهم، نسمع لهم، وكمان نتيح لهم فرصه لتنفيذ مشروعاتهم. فاحنا النهارده الدوله بتتعاون مع القطاع الخاص، مع المجتمع المدني، كلنا عندنا هدف واحد، هو ان احنا نحارب البطاله ونتيح فرص عمل. شكرا.